يا هلا ومرحبا بكل متابعين قناتي على مبدع محتوى، معاكم عمرو فارس ودي قناتي. طبعا زي ما انتم شفتوا كده يا جماعه في بدايه الفيديو، احنا عاملين فيديو كتجربه بننزل عليه الانتقالات اللي احنا هنستعملها النهارده على الفيديو، عشان اوريكم الانتقالات اللي احنا هنشتغل عليها، وعشان تقدر كمان تفهم الانتقالات دي ازاي بتشتغل. فاحنا هنعمل النهارده الفيديو بشكل عملي قدامك، ازاي انك انت تقدر تستعمل الانتقالات دي على الفيديوهات بتاعتك وتستفاد بيها. طبعا احنا كلنا عارفين ان اهم عامل من عوامل المنتشر يا جماعه الا وهو انك انت تتعلم صح، وعشان كده انا بدات معاك من الصفر وبدانا سلسله تعلم المونتاج من الصفر، وجاي النهارده بديلك فرصه على طبق من ذهب وبقول لك تعالى خد، انت معاك اكتر من 1000 عنصر انتقالي واحدث عناصر الانتقالات اللي انت تقدر انك انت تستعملها عشان تبقى صانع محترف، صانع محتوى محترف على اليوتيوب. غير كده كمان الانتقالات سهله وبسيطه والحجم بتاعها صغير، يعني مش هتاخد مساحه كبيره جدا على جهازك، وغير كده كمان خفيفه على برنامج ادوبي بريمير تقدر انك انت تحملها من خلال الرابط اللي انا بسيبه لك تحت في الوصف. هتلاقي الرابط تدخل عليه تحمل وينزل لك الملف على جهازك الكمبيوتر، وهتبدا انك انت تمشي معايا على نفس الخطوات اللي انا هعملها معاك النهارده بشكل عملي، عشان تقدر انك انت تستفاد وتشوف وتتعلم ازاي الانتقالات الجاهزه اللي انا بقدمها لك النهارده واكتر من 1000 عنصر انتقالي تقدر انك انت تستعمله على الفيديوهات بتاعتك. لو انت صانع محتوى على التيك توك هتلاقي مقاسات الفيديوهات بتاع التيك توك جاهزه والانتقالات جاهزه عليه، لو انت صانع محتوى على الفيسبوك هتلاقي مقاس الفيديو الخاص بالفيسبوك والانتقالات بتاعته جاهزه، وده اللي احنا هنشوفه النهارده. لو انت حتى صانع محتوى على الانستجرام فانت برضه هتلاقي كل حاجه في العناصر اللي انا بقدمها لك دي، وكله ده بس في سبيل انك انت تتعلم صح. انا عايز يا جماعه ما حدش يدخل الفيديو ده ويطلع منه ومن غير ما يستفاد بحاجه، لا تعالى هنا واخد بايدك واقول لك لازم تتعلم اهم عامل من عوامل النجاح على اليوتيوب او اي منصه الا وهو عامل المونتاج. لازم تتعلم، مفيش حد احسن منك. ليه القنوات الكبيره نجحت بس مفيش حد بينجح من فراغ؟ لازم تتعلم، زي ما القنوات الكبيره ما اتعلمت اصحابها اتعلموا وتعبوا وصبروا الليالي عشان يتعلموا ويصنعوا محتوى الناس تنبهر بيه، وانت عن نفسك بتقدر انك انت تشوفه من اول دقيقه لحد اخر دقيقه. تعالى ليه انت ما تبقاش زي الناس دي وتتعلم معايا المونتاج؟ بلاش تخلي حد احسن منك، وحاول انك انت تتعلم وتفيد نفسك ومستقبلك، واكيد اللي بيتعب ربنا بيكرمه. وعشان كده احنا بدأنا يا جماعة من اول الشهر اللي فات ان احنا ننزل فيديوهات كل اسبوع، فيديو بنتعلم فيه حاجة جديدة. طبعا اللي ما شافش سلسلة تعلم المونتاج هتلاقي برضو الرابط بتاعها تحت، تقدر انك انت تتابع سلسلة تعلم المونتاج على برنامج ادوبي بريمير من الصفر. تعالوا بينا من غير كلام كتير ونخش ونشوف احنا بعد ما حملنا الانتقالات دي ازاي ان احنا نقدر ان احنا نستعملها على البرنامج، وازاي ان احنا نقدر نستفاد منها. تعالوا بينا من غير كلام كتير ونخش ونشوف ونحمل الانتقالات مع بعض ونفتحها مع بعض، وازاي انك انت تقدر انك انت تنزلها على برنامج ادوبي بريمير وتستخدمها في نفس الوقت. بس قبل ما نبدا يا جماعه يا ريت تدعم اخوك بالاعجاب للفيديو. يا جماعه كل ما انت ما بتعمل اعجاب للفيديو، الفيديو بيوصل لاكبر عدد ممكن من الناس، وبالتالي ناس كتير جدا غيرك بتستفاد من المحتوى اللي احنا بنقدمه. ليه انت ما تخليش حد يستفاد غيرك؟ فانت مضطر انك انت تعمل اعجاب بقى، يعني بلاش تستخسر في اخوك واعمل اعجاب. انا شايفك، واهم من كله ده انك انت تفعل الجرس وتعمل اشتراك في القناه. يعني انت مش هتخسر حاجه انك انت تعمل لي اشتراك في القناه عشان يوصل لك كل اشعارات، وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل الاشعارات بتاع القناه بتاعتي، وكل فيديو انا بنزله يوصل لك بيه اشعار بيه. يلا معانا ونشوف بقيه الشرح وندخل على طول ونتعلم حاجه جديده، وبقدم لك النهارده اهم العناصر الانتقاليه اللي تقدر انك انت استعملها على برنامج ادوبي بريمير. يلا بينا يلا بينا. بدايه كده يا جماعه يا ريت نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. طيب بعد ما تحمل يا جماعه الملف اللي هسيب لك الملف الرابط بتاعه تحت في الديسكريبشن، الملف هينزل معاك بالشكل ده اهو. ده الملف حجمه بسيط وسهل، حوالي مثلا 500 ميجا، يعني الملف مش كبير يعني تمام. طيب هتفتح الملف كده هتلاقي كل العناصر
بالمقاسات بتاعتها. يعني لو انت بتستعمل الفيديو بتاعك على اليوتيوب او على التيك توك او على الانستجرام او على الفيس، فانت هتلاقي مقاسات كل الفيديوهات اهي، تمام، وكمان فول اتش دي، يعني الانتقالات فول اتش دي، تمام. طيب النهارده احنا هنستعمل الانتقال اللي هو الخاص بالفيديوهات الخاصه على اليوتيوب. طيب اللي هو الملف رقم 2 ده، اول حاجه احنا هنعملها هنروح على طول على برنامج ادوبي بريمير وهنشوف العنصر ده ازاي هيقدر ان هو يشتغل معانا. طبعا احنا اتعلمنا قبل كده ان اي عنصر جاهز من ده، تمام، من اللي انتم شايفينه ده، لازم تعمل له امبورت من جوه البرنامج ادوبي بريمير عشان يبدا ان هو يشتغل معاك. طيب احنا هنعمل ايه؟ هنعمل نيو بروجكت، تمام. على سبيل المثال انت حابب مثلا انا اسميه البروجكت عمرو، تمام، على حسب بقى البروجكت اللي انت هتسميه او الفايل اللي انت هتسميه ايه، تمام. طيب اول حاجه احنا هنعملها هنجيب الفيديو اللي احنا محتاجين ان احنا نعمل له مونتاج. طيب انا بدوس كده وبشوف الفيديو انا شايله فين. انا حابب ان انا ابدا معاك من الصفر، ليه؟ عشان تتعلم، تمام. ادي مثلا على سبيل المثال الفيديو ده، تمام، هشتغل عليه، ادي اهو برميه على التايم لاين، تمام، وابدا ان انا مثلا اكبر الزوم كده عشان اشوف بس منطقه اللي انا هقص منها ازاي. طيب اهم بقى حاجه يا جماعه في العناصر اللي انت هتستعملها دي النهارده، ان العنصر ده او الايقونه دي زي ما انتم شايفينها متفعله، صح؟ اعمل لها الغاء تفعيل، اهو دوست عليها عملت لها الغاء تفعيل عشان هينزل لك العنصر. العناصر الانتقاليه عباره عن سيكونس فوق بعضيها، سيكونس فوق بعضها، فانا مضطر ان انا الغي العنصر ده، ما اخلوش كده فاتح مفتوح، تمام، ما اخلوش كده ايه ازرق، لا بخليه ابيض، بطمن ان هو مغلق، وببدا ان انا مثلا على سبيل المثال اقص الفيديو بتاعي زي ما انتم شايفين اهو. نعتبر ده مثلا الفيديو اللي انت مصوره، تمام، واللي انت هتعمل له مونتاج. اديني اهو قصيت كذا مكان، تمام، وبروح على طول اعمل امبورت للملف وابدا ان انا احطه على التايم لاين عشان يبدا ان هو يشتغل معايا اهو. ازاي كده؟ اهو بدوس كده 2 كليك وابدا ان انا اشوف هل انا محمله على الديسكتوب ولا داونلود. انا محمله على سطح المكتب، ادي اهو العنصر اهو، تمام، وباجي بفتحه من ملف بروجكت فايل اهو اللي هو تاني ملف، وبختار مثلا انت طبعا انا مسمي هنا يا جماعه اسماء الملفات بالمقاسات بتاعتها على حسب انت بتستعمل ايه، تيك توك، فيسبوك، فانا مستعمل رقم 2 اللي هو خاص باليوتيوب، بدوس عليه وبعمل امبورت. هيبدا ان هو يظهر قدامي النافذه دي امبورت بروجكت، بدوس اوكي. انا ماشي معاك واحده واحده عشان تبدا ان انت تستوعب وتفهم، تمام. طبعا انا عارف ان في ناس محترفه بيشوفوني الان، فالكلام ده بالنسبه لهم يعني كلام اي كلام يعني زي ما بيقولوا، فما حدش يزعل يا جماعه، انا بادئ من الصفر للناس اللي هي لسه مبتدئه، تمام، ففي ناس محترفه اقوى مني بيشوفوني دلوقتي، فانا بعتذر ليهم يعني، تمام، فيعني ما حدش بينط السلم يعني، ما حدش بيتعلم من فوق، الناس بتبدا من تحت من الصفر، فانا عشان كده حابب ان انا اعلم الناس من الصفر، تمام. طيب بعمل اوف لاين اول اهو، تمام، وبدات العناصر والملفات تنزل عندي اهو. تعالوا كده نخش ونشوف العناصر دي اهو. عندك عناصر الكاريتش، عندك الليفت والاوت والرو، عندك كذا عنصر تبدا انك انت تستعمله اهو. ادي العناصر اهي يا جماعه اهي، تمام. طيب واحد هيجي يقول لي طب العناصر مش شغاله من دياك احمر كده، لا العناصر شغاله، بس كبر كده زوم اهو، تمام، وتعالى كده في غلط انا عملته الا وهو ايه بقى. لازما يا جماعه مكان القطع اللي انتوا شايفينه ده يكون في نفس مكان القطع بتاع الفيديو اللي انتوا هتعملوا عليه مونتاج اهو. بسحبه كده شويه بتاكد ان الايه العناصر كلها جت فوق بعضيها اهو، تمام، وبقي مثلا بسحب كده اهو، شايفين؟ طيب العنصر ما اشتغلش، جايب لي صوره حمراء، بعمل ايه؟ بمسح الفيديو اللي تحت، اول واحد ده تحت اهو، بمسحه كده بالشكل ده. طبعا ده عنصر يا جماعه عنصر صوت، هتلاقي لو الصوت عندك شغال عادي اهو زي ما انتم شايفين، ادي العنصر اشتغل معايا اهو، نشغل كده الفيديو اهو، تمام. طيب ناخد عنصر تاني ونجربه مع بعضينا، ناخد مثلا اي عنصر تاني مش شرط يعني الاسترتش، بناخد عنصر الاسترتش
تمام، بناخد الليفت مثلا او الرايت على حسب. اهو ناخد مثلا الليفت اهو، بكبر بكبر عشان اتاكد ان القطع ده جاي على مكان القطع اللي انا قصه في الفيديو. طيب زي ما احنا قلنا كده، الفيديو اللي تحت ده يا جماعه اهو يتمسح. هتيجي تشغل شايفين؟ طيب ناخد عنصر تاني، ناخد عنصر الرايت تمام اهو. طيب نيجي نمسح برضو الفيديو اهو اللي تحت، نشغل الفيديو زي ما انتم شايفين. ناخد عنصر تاني، نشوف مثلا عنصر مختلف برضو عشان ايه الناس تستفاد. هناخد مثلا تأثير الدوران تمام، انتقال الدوران. ندوس مثلا كده نشوف اهو اهو الدوران شغال، اكتر من 1000 عنصر تقدر انك انت تستعمله. طيب هناخد مثلا الورب، هندوس عليه نقطع مثلا مكان من هنا عشان الفيديو ما يكونش طويل عليكم. هنسحب كده زي ما انتوا اتعلمتوا معايا اهو تمام، زي ما انتوا شايفين اتعلمنا ان احنا نمسح الفيديو اول فيديو اهو تشتغل اهو شايفين. طيب ناخد عنصر تاني اهو، نقص كده نحط على التايم لاين عنصر مختلف، نمسح اول فيديو. طبعا يا جماعه العناصر الانتقالات دي نازله مع الصوت، يعني انت هتلاقي عندك الصوت شغال، الصوت ما فيهوش اي مشكله، انا منزل مع الصوت، هتلاقي ملف الصوت شغال معاك زي الفل اهو. طيب اهو ناخد مثلا عنصر تاني لونج ليفت، لا النقطة الاول نسينا اهو. اهم حاجه يا جماعه انك انت تشوف مكان القطع فين وتحط مكان اهو القطع ده بتاع السيكونس كله يكون موازي بقطع الفيديو لازما. لو مختلف، لو انت مثلا ايه يعني زايد شويه كده يمين او شمال مش هيشتغل معاك، فلازما يكون نفس المكان القطع بتاع الفيديو اهو تمام اهو اهو. شايفين العناصر زي ما انتم شايفين اهو، اكتر من 1000 عنصر انتقال تقدر انك انت تعتمد عليه في الانتقالات الخاصة بيك في صناعة المحتوى على اليوتيوب. عنصر الزوم، ناس كتير جدا بتدور على انتقال الزوم. انتقال الزوم هو يا جماعة اللي الناس بتدور عليه. انا النهاردة حرفيا بقدم لك يعني كنز كنز من ذهب، وبقول لك خد اهو استعمله تمام اهو زي ما انتم شايفين الزوم، انتقال الزوم. في كمان الزوم فاست، العنصر الانتقال اللي هو بتعمل زوم بسرعة تمام اهو تمام. طيب هنجرب عنصر تاني مثلا، هنجرب انتقال تاني مثلا، نختار عنصر تاني من اهم العناصر الا وهو السبليت تمام. هندوس عليه كده ونجرب اي عنصر انتقال من دول، هنسحب كده زي ما انتم شايفين تمام اهو. ادي عنصر السبليت اهو، زي ما احنا متعودنا ان احنا نمسح اول فيديو من تحت تمام وتيجي تجربه. وده كويس جدا الانتقال ده، انك انت تصنع من خلاله مقدمه للفيديوهات بتاعتك، انترو للفيديوهات بتاعتك اهو. تعالوا كده نجرب ونشغل الفيديو شايفين. والله بجد انا بقدم لك حاجه عظمه، فانت بلاش بقى تستخسر، ويعني بناشد كل واحد بيشوف الفيديو ده دلوقتي ان هو يعمل اعجاب للفيديو. يعني انت مش هتستخسر حاجه، اعمل اعجاب واشترك في القناه عشان ينزل لك على الاقل اي فيديو انا بنزله لك، يعني يجي لك بيه اشعار. شايفين يا جماعه العظمه اهو، الانتقالات دي حرفيا انت مش هتلاقيها في اي قناه تانيه، شروحات موجوده على اليوتيوب الا من خلال قناتي، ودي انتقالات حصريه لسنه 2023 يا جماعه. الانتقالات كلها حديثه حديثه، انت مش محتاج انك انت تروح وتجيبها من مصدر مثلا من مصدر مضروب عليها فيروسات، لا انا بقدمها لك وبقول لك خد حاجات انا عاملها عندي على الافتر افكت او على ادوبي بريمير، وبصنعها لك وبقول لك خد اهي عندك وطور من المحتوى بتاعك. يعني انا مش محتاج منك حاجه غير بس انك انت تعمل اعجاب للفيديو واشتراك بس في القناه وتفعل الجرس، يعني دي حاجه بسيطه انت مش هتستخسر، يعني انك انت يعني حاجه بسيطه انت واخد بالك. طيب
نشوف مثلا عنصر تاني الفلات اهو، نشوف مقصينا الفيديو ولا مقصيناش، قصينا نسحب كده اهو اهو اهو، نمسح كده، ادي العناصر. عناصر يا جماعه بجد حرفيا يعني انت مش هتلاقيها. ادي عنصر الكلاسيك، ادي العناصر الكلاسيك هتلاقيه، هتلاقي الورب، هتلاقي الفلات، السبليت، الجالتش، هتلاقي كل العناصر، الاوفست، الان والاوت هتلاقيها برضو هنا، واللايت ادي اهو تمام. ادي العناصر اهي، اكتر من 1000 عنصر موجود. تعالوا كده نجرب الاوفست، الاوفست ايزي. طيب نسحب كده نشوف اهو اهو، نيجي نشغل اهو، شايفين بجد يا جماعه عظمه اهو. الاوفست اب اهو، يا سلام يا سلام. ادي نقطة كمان اهو عشان بس ايه يا جماعة الناس تستفاد اهو. تمام، والله عايز اجرب حاجة جديدة بقى، مثلا نشوف حاجة برضو الورب. احنا الزوم احنا جربناه، السبليت جربنا، مثلا ناخد العنصر ده كده نشوفه الان والاوت. تمام، ادي اهي يا جماعة، ناخد عنصر كده، شايفين الزوم ان والزوم اوت اهو. طيب ناخد عنصر تاني، انا مش عايز الفيديو يعني يطول اهو. احنا اتعلمنا النهاردة يا جماعة ازاي انك انت اهو، اتعلمنا يا جماعة النهاردة ازاي انك انت تحمل المشاريع دي حمالة عندك على الجهاز بتاعك، وابدأ انك انت حط المشروع بتاعك الاساسي، الفيديو بتاعك الاساسي اللي موجود عندك، وابدأ انك انت تعمل له مونتاج. وبعد ما تعمل مونتاج وتقص الفيديو بتاعك، هتعمل استدعاء للملف اللي انت حملته اللي هو في الانتقالات ده، هتعمل له امبورت من هنا، تدوس 2 كليك تمام عشان يبدا ان هو يشتغل معاك. هيجيب لك كذا نافذه، تدوس اوكي اوكي اند اوف لاين اول تمام، وبعد كده اوف لاين اول، وبعد كده هتلاقي الانتقالات كلها ظهرت عندك هنا في فوردر خاص لوحديه. ابدا انك انت تفتح كل فوردر وتختار من خلاله العناصر الانتقاليه اللي انت حابب انك انت تحطها على التايم لاين على الفيديو بتاعك. وده كان فيديو النهارده، يا رب يكون الجميع استفاد بالمحتوى اللي انا بقدمه. يا جماعه بجد حرفيا انا بتعب عقبال ما بعمل لك فيديو زي كده، وبتعب عقبال ما بصنع لك الانتقالات دي وبقدمها لك وبقول لك خد قدمها. العناصر دي يا جماعه حرفيا بتاخد مني وقت جامد جدا ان انا احملها لك على الانترنت، وبتعب كمان في المونتاج. فانت يا ريت بلاش تستخسر فيا، انك انت على الاقل يعني اعجاب في القناه والاشتراك يا جماعه فيها، عايزين يعني ده حلم بجد ان انا اوصل لاول 1000 مشترك. مين عارف ممكن في يوم من الايام يعني ربنا الواحد يكرمه ويوصل ل100,000. بس يعني انا عارف ان انا هاخد فتره كبيره، بس انا مكمل معاكم وبقدم لك محتوى يعني اتمنى من الجميع ان هو يستفاد بيه ويكون يعني الناس تتعلم بيه. يعني ده اهم حاجه وده اهم عنصر ليا بيفرحني، ان بلاقي حد يستعمل الانتقالات دي عندي وبقناته تنجح. يعني انا مش مهم انا، لا انا اهم حاجه المتابع اللي هو بيشوفني. فعشان كده يا جماعه ابداوا انكم تتعلموا. التعليم يعني التعليم مش عيب، ابدا انك انت تتعلم عشان تطور من القناه بتاعتك. انا ما بقولكش كده عشان محتاج منك حاجه، لا انا عايز اخد بايد كل المتابعين او اي حد بيشوفني. مش لازم أن تكون متابع ليا يعني عادي، يعني مش لازم تعمل لي حتى الاشتراك في القناه او تفعل الجرس او تعمل حتى اعجاب للفيديو ده. انا عارف ناس كتير جدا بتخش بتشوف الفيديو وبتطلع على طول تمام، وبيحملوا الاضافات من غير حتى ما بيسمعوا الفيديو للنهايه عشان يتعلموا.
فانا اتمنى من الجميع ان هو يتعلم، ابدا انك انت تتعلم. القنوات الكبيره دي يا جماعه ما بداتش كده من فوق، لا بدات من الصفر، واحده 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 واحده. مش شرط يكون عندك كاميرا وامكانيات وي وي وي. انا بدي لك الانتقالات دي وعامل حسابي للناس اللي هي الاجهزه بتاعتها الاجهزه حتى اللي هم بيستعملوها، تمام، الجهاز الكمبيوتر او الجهاز اللابتوب القوه بتاعته مش كبيره، فبعمل حسابي وبعمل الانتقالات خفيفه، تبقى خفيفه على اي جهاز يقدر ان هو العناصر دي تشتغل عليه، تمام. فانا بحاول ان انا اخد بايد كل واحد بيشوف الفيديوهات بتاعتي عشان يستفاد وعشان يطور من نفسه. انا مش محتاج منك حاجه غير بس انك انت يعني ربنا يرزق الجميع يا رب، ويا رب الجميع يستفاد من المحتوى اللي انا بقدمه. دي امنيتي، وامنيتي ان احنا نوصل لاول 1000 مشترك، فيا ريت الجميع يعمل اعجاب للفيديو واشترك في القناه وتفعل الجرس. وكان معكم عمرو فارس ودي قناه مبدأ محتوى. بحبكم يا احلى متابعين في الدنيا، ومع السلامه. اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله قريب كمان اسبوع، مع السلامه.